حرونتان او مانتا ديبلو ده فري ايا وحا كسو غيب غلي مدح فرابادان او ككرا سعوتي دولدها سوماليا ايو انجريسكا يدو اي قيبكا اهايين مدح ده بوليسكا اي حافد ده برينت تاسو لغو قبتي مغالة ده لندن حرونتان ايا وحا ايا هيد ميت شان تي جون اي سند دي لبدو كوني يسد حيطبان كي اي كوح ارقا حسو اسلام كان عب اي دب قبت سيين وحانا لغو مغا عابي جري دوكسيغا الرحمة اسلامر كان اه هيد ميت عرورتا سوماليا دي لغو بري جري قرآن كا كريم كا سيدو كلا مناسبة دن دافور كا اي لو سمي يد اسمها عصب اي دوكسيغا الرحمة ايا وحا كسو غيب غلي علماء الدين سوماليا او ككل يميد ودمد عالم كا وحانا كمي دها شاق عبد الرشيد شاق علي سوفي يا علماء الدين كلا اسمها حرونتان دي بلوغ لسي يا waxa uu qaatay muddo 6 sano ah waxana si guud uga qayb qaatay dhismaheeda jaaliyadaha kala duwan ee ku dhaqan magaalada London iyo dawladda Ingiriiska assalamu alaykum welcome to the opening center madrasatul rahma awa farxad weyn meeshan kulankeena farxad weyn lagu farxay waxaan loo furay bacda muddo oo dheer in meeshan laga xiray laga gubay عاونا إن شاء الله تعالى ماشى ونوفري أنا جو كل هذا المجا عقرب جوكت الصوماليات عبد الله محمد عليه السلام الله وحنهم بليني أرنتي وحقبتي أي سمايين إن كوميونيتي جا إن صومالي دا إن صومالي برافانيس كوميونيتي أدون جوهم بليني وأرنتي وحياة مناسبة غالية وعدان إيو مدو بالسوقيمت مثلا إيو قالب السوقيمت ولا ليال وحن أدي أدو فرح سنة هي قلبتها كسو قيب قلكا ان كسو قيب قلي افتتاحا اما فوريتان كمركز كان اما مدرسة دا مدرسة الرحمة او هلكا كان لندن كوتالا اما لغفوري يدو تاريخ دي دا بسان لسو عنو هدا كهرنا ان هوري اما قلي ان مركدت كان او معتدين تا ماركت عنصريين تا يقوبين كدبنا إلهي سبحانه وتعالى أسهلي إن أي مركز كاوين قيمها له أذو قرح بضن أدلو هجاجي إلهي أقوب الدلي وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم إلهي وحكى حنك رجيه نصف مع الإله بنا نجيه سمع البرواخ إلى حكى له ذاتك لما قلبي والإيمان إلى صبر إلى حسيه وحيد بعث بنتي آدي آد بنو فرحسنا عوا فرتان كان جاليد الأفري runti jaaladii muddo badan ay dhibaato ku jireen 6 sano dhismaha socotay alxamdulillaah awal furay waxaan aad u faraxsanahay culimada diinta Soomaaliyeed gaar ahaan sheekh Cabdirashiid Cali Suufi halka ka soo qayb galay oo ka yimid taariikh Qatar soo arintan uga furo iyo culimada sheekh Cabdul Hakiim sheekh Cali Suufi also iyo dhamaan shacabka Soomaaliyeed meel ka soo joogan iyo sanadkeena Soomaaliyeed halka joogto timid أنا أقول الله يوم ما قال لبضة قلة أقل كسرى قلها الشعب كا رنتي إن أنا ما أرتاح فلدان كسوق يبقى له أنا قول أحسن ترنيم إبراهيم يوسف آدي هذا أنا قف رح سنة هاي وأنا مهم كمون التجان إن بضنا وما أردت حقبتي الب ما أنت جامعة دي جانا أي قرآن كلو قب الله وقت اللي هو بهني على فري الحمد لله وحبضنا ولا قصة فائدة لينك استوى لي بعتر دعدي أو كمون التجان ما أردت إلي بعتر كل عدو مسألة قوة كمون التجان لكن waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaa dawladda Ingiriiska oo aad u gacan qabatay oo habaysay dib ugu dhistay runtii maanta ay noqotay maalintii ugu farxadda badan ee ka soo qayb galeen madaxda dalka Ingiriiska qayb ka mid ah sida wasiirro xildhibaano deegaanka iyo federaalka wadaba intaba runtii aad iyo aad ay farxad gelinaysa horena muqti loo baahnaa la furux loo qabtay ururta haddartan waxaan aaminsanahay in wax qabadka uu ma aragtay dib u soo noqonaayo waxaan u rajaynayaa in sha Allah bi inillaah inuu noqoto meel lagu barwaaqaysto sidii hore wax looga bartay wax looga barto in sha Allah bi inillaah waxaan u rajaynaa guul iyo gobnimo Yusuf Garabey warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada London